نظمت نقابة المهن الموسيقية حفل إفطار جماعي بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم. وكان من أبرز الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وأيضا الموسيقار هاني مهنا والموسيقار صلاح الشرنوبي والفنانة الكبيرة نادية مصطفى. اصراري ان انا ادعو اخويا وحبيبي وصديقي الدكتور اشرف زكي، وكلمت طبعا دعيت الاستاذ مصطفى الفطور وكان معايا لغايه بالليل هو اعتذر بس قبل الفطار، واستاذنا وكبيرنا رئيس اتحاد النقابات الفنيه المخرج عمر عبد العزيز. كان نفسي كل حبايبي، ودلوقتي جاني على الفطار الدكتور خالد عبد الجليل نورني وشرفني. احنا قاصدين ان النقابه تبقى هي دي عناوينها، لازم النقابه تبقى هي دي قامتها، قامت مصر كلها في اي احتفاليه لينا. انا لما الاقي احتفال لزملائي نقابه المهن التمثيليه والدكتور اشرف زكي بيحتفل هو وزملائه، ولا الدكتور مصعد فوده، ولا احنا نروح ونبقى جنبهم. احنا في النهايه اسمنا فن مصر، احنا ثلاث نقابات بس احنا بنشكل وجدان الشعب المصري والعربي. كان يوم جميل قوي، يوم عائلي، يوم اخوي. عرضنا بمنتهى الشفافيه اللي هي ما كانتش بتحصل زمان كل إيرادات النقابة. وكان الأستاذ مصطفى أولا بأول بيكلم الجمعية العمومية مباشر، دلوقتي إيراداتنا وصلت كذا، إيراداتنا وصلت كذا، إحنا هنعلي المعاش، إحنا مش عارف إيه ده، صرف إيه، صرفنا إيه عليك. في شفافية حلوة قوي، وده ما كانش بيحصل زمان. يعني الحقيقة البيت بيجتمع مع بعض، بيرتب أوراقه، استعراض لجميع المصروفات والإيرادات وكل حاجة، فمصارحة ما بين النقيب ومجلس إدارته وأعضاء الجمعية العمومية، فده شيء جميل جدا. تجمع جميل جدا، والقرارات اللي اتخذت ورفع المعاشات لإخواننا الموسيقيين ده شيء عظيم. أرجو أن كل النقابات الأخرى تبقى بنفس القيمة، وبشكر أستاذ مصطفى كامل ومجلس الإدارة على اليوم الجميل.